غدارة غدرتيني في ليان، الأغنية الجديدة اللي صدر لدى الطليانين ما سلمتش من موجة انتقاد لفيديو كليب هاد الأيام. Franchement, j'ai eu quelques commentaires qui sont pas positifs. واش معقول بسبب غياب موديل شاركوا في الكليب؟ Ce qui manquait dans le clip, c'est de mettre une nana. OK. اهلا بك رضا، ça fait plaisir de vous recevoir une autre fois sur Sultana. Merci beaucoup يسرا الله يحفظك، ça me fait plaisir moi aussi comme à chaque fois. La en fait, je me suis dit le clip تاع انديرو je me balade en voiture parce que واحد كيكون كاره ويحكي على وحده دارت معاه مشكل ولا مش يدير يحكم طوموبيلته ويمشي يمشي على طرف الصحراء ولا يمشي على طرف البحر ولا فوالا انا هذاك هو الاسبري تاعي الوغ جي تروفي لو ريكونفور في صحابي اللي كانوا معايا في الكليب جي تروفي لو ريكونفور في لا كوندويت تاع ما فواتور نمشي بوحدي على طرف البحر ولا على ولا ولا افيك لو 4x4 او بلان صاغا مع غروب الشمس وكذا وسينو باش نجيب ان انا تقعد واقفه وانا نغني عليها زعما غدرتيني في ليام وكذا نو انا جو فولي با ميتر اكسبري. كنشوفو ديما رضا بستيل طلياني مختلف وخاص به. J'aime bien la musique, j'aime bien la cuisine, ouais. J'aime bien tout ce qui est modélisme et tout ça. On chauffe, que tu as fait que fais, mais avec beaucoup de voyages, avec beaucoup de contacts, malgré que j'ai un détenu fidèle, j'essaie des fois d'avoir un esprit créateur. Mangoulouche ne réussit pas à chaque fois, mais alhamdoulilah. المراحل اللي جاية مهمة بالنسبة للطلياني وهذا علاش رأيه كان مختلف بخصوص الأغنية الأخيرة اللي قدم. Parce qu'en fait aussi, je voulais pas vraiment approfondir dans les scénarios. Parce que عندي واحد الغنية جاية على البحر وحدة على الحرقة وحدة على العشرين هدوما كاع فيهم دي سيناريو اللي هما برسك ان كور ميتراج سي بور سا جو مي سوي دي والناس مع اللي زربوني تاني لي فان رضا طلقها 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 الوغ جو مي سوي دي نديرو غير صورة على الغنية اي تو سا ان بون ستيليزم اي تو سا اي سي بون. كاينين الناس اللي كيقولوا رضا الطلياني ما بقاش كيما لو ديبي ديالو. واه علاش؟ رضا الطلياني نهار اللي خرج جوزيفين قال لك رضا الطلياني من جوزيفين ما زيدش يخرج خرج خبز الدراري كل البراني رضا الطلياني خرج خبز الدراري كل البراني قال له خبز الدراري كل البراني ما زيدش يدير حتى حاجه خرجت البحر الديني معاك بوم خرجت البحر الديني معاك قال لك رضا الطلياني ما زيدش يخرج خرجت شنوي خلوي بوم خرجت البابور يا بونامور بوم بابور يا مونامور غفت قال لك رضا الطلياني ما بقاش كيما كان ما يزيدش يخرج والو من مور البابور يا مونامور خرجت فابيني بوم درك راهم يهضروا حتى تزيد تجيهم بوم. على غير عادته رضا الطلياني نشر فيديو في لي ريزو سوسيو مع الزوجه ديالو سميه. لا فيديو كانت في ريستورون دو بارك في لا فيل تاع محمديه سي لو ريستورون كو جادور بوكو كو جام بوكو اي فوالا جو مي سوي دي جي فار اون بتيت فيديو سامبا از لا بالونس. تحيه لسميه الله يحفظك. بما ان رضا الطلياني جزائري وزوجته مغربيه تشارك معنا رايه بخصوص هذه التجربه. المغرب والجزائر خوت وحباب وجيران اشنو رايك انت؟ واحد انا درك موا جي دي زونفون كي سوني ايسي الوغ باش نروح انا الجي لازم لي نحكم انا افيون سينو نحكم انا طوموبيل طاف راني فاس وجده وداخل اون فامي سا مكوت ريان دي تو سي مالوغو ان شاء الله هذا المشكل هذا يتحل. جي اوكين ديفيرونس انتر الجيري و الماروك بور موا سي مي دو بيي كو جيم ا لا مور. اليوم كيصادف عيد الام. اوه وي اوكي وي بون فيت مامون جي با غاتي لافيون. كنباركوا الامهات اليوم بيان سور بيان سور الامهات بيان سور الامهات نقول لهم عيدكم مبارك و اوغوزمون الامهات هما اللي صبروا معنا وسعفونا بزاف مالغري كاع لي ديكا اللي درناهم مالغري كاع لي مشاكل اللي هبلناهم في الصغر ودركا رانا نشوفوا ولادنا واش راهم دايرين مع ماتهم اون كومبرون. الوالده كاينه باقا في الجزائر. كاينه باقيه في الجزائر تجي عندي طون زون طون لي لا تعرف تجي المغرب تعرف تجي رابيدمون. ميرسي بوكو رضا الله يحفظك يسرا ميرسي بوكو سلطانه بوغ لانفيتاسيون توجور فوز توجور اوبيراسيونيل اي راسيونيل يعطيكم الصحه ميرسي بوكو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.